أنت تجدين أنه البيئة الحاضنة في العراق هي تختلف عن سوريا وتختلف عن الموجودة في أوروبا كلا وتبعاتها. نحن يعني هناك حصل في العراق تفريخ كما وصف زميلي لظاهرة الإرهاب. أولا هو لا يوجد تعريف متوازن ويتفق عليه كل الأطراف في العراق في المنطقة العربية الإقليمية وحتى في أوروبا، لا يوجد تعريف واضح إلى حد ما. كان لفترة زمنية ما قبل 4 إلى 5 سنوات كان تعريف الإرهاب هو كل من يقاتل الأمريكي أنا أقصد في العراق في باعتباره محتل. تبدلت هذه الصفة، تبدلت هذه الصيغة، صار عندنا في العراق وأكد وأيضا بعض الشيء في سوريا أنه الجانب المذهبي أيضا استعار لكي ينبري المتطرف المذهبي وأقصد يعني المتحكم في زمام الأمور يفضي باتهامه أو يوجه اتهامه إلى كل من يعاديه بتهمة الإرهاب. هنا الفرز بات يصعب.